تعبنا بصراحة، يعني تعبنا جامد من أكتر من 10 سنين، من 30 سنة في البلد ديت. خدت بالك؟ ولا مية ولا صرف ولا أي حاجة، ولا مستشفى، خدت بالك؟ وكل حاجة يعني اللي بيتعب هنا عشان يروح البلد اللي هي عشان يتعالج، مستشفى بينه وبين الحسينية حركة بتاع 30 كيلو، يعني ممكن يموت بقى وقبل ما يروح المستشفى دي، خدت بالك؟ يعني حاجة بصراحة يعني نفسيتنا تعبت. يعني المصارة دي سيادتك، المصارة دي بنملاها، بنشرب منها، بنشرب من المصارة دي، خدت بالك؟ لمؤاخذة مية الترع حدانا هنا مية صرف مجاري، خدت بالك؟ يعني المية دي لمؤاخذة المواشي ما ترضاش تشرب من المية دي، أقسم بالله إن البهايم ما بترضى تشرب من مية الصرف، لأن مية صرف راجع من حدوث، المية دي مية مجاري كلها الناس بتصرف فيها. والمصاره دي بنملاها كل 5 ايام ب50 جنيه، الجيركن في الصيف حدانا بجنيه، جيركن الميه بنملاه بجنيه. جيركن الميه في الصيف بجنيه، وفي الشتاء يعني عشان الرقبه يعني بيبقى المقاتير كتير بنملاه ب75، بنص جنيه في الظروف دي كده على طول. يعني شوف سيادتك المملة المصاره دي كل 5 ايام ب45 جنيه، خدت بالك؟ غير استهلاك يعني البيت التاني، يعني حركه 70 جنيه كل 5 ايام. واحنا بنشتغل بالاجره سيادتك يعني، ومفيش اكتر من كده. تعبنا والله، نفسيتنا تعبت يعني، وعملنا برضه كتير وسدينا الطريق كم مره، ولا مفيش اي حاجه بتوصل، مفيش.